انتم بغيان كالالات المغاين ما هتعود حل الاران هو المغاين قضياشا تغن كاسر الدين تا قبلها كنت تقالمو ولا شيء كنت بغيان كالالات دراها بارمان في كل مدن واش حلميري ورنتي عن أبان وين وحنا مكالتي أي كل هاي اسمها كريكوز يواجه تلوقي وتجمني سيقول له هذا الشيء مرو بكان كان الشيء عالي هذا مهم تاعي عاوز إيش عن نقطة من بيجي وقتي وصوت ماضي لو كنت بقول ما إن شاء الله تعالى أنا عن كذا صدق وقت نتكلم عن الموضوع سنتي فصار شنو عيوب عن الموضوع سي هي الله يقدر وأنا أقوم هذا لنا قام كل ما قال لي إن شاء الله تعالى لكن واحد إلهي سبحانه وتعالى القرآن الكريم هاي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا يعني واحد استقسم من جلال كان الله إلهي روحنا أمرين واشق يسطو أدوك الوصوك يعني واحد على إيش حي ومقت الكريم والموت ذلك إلهي فوعاو المعين لما أقول لي هاشا ما يعني مسكتي داية وما ما مسكت رصاصة إلهي رسول كل كل ما يهاشا قر إلهي من رصاصة قلت له أنا كرر رمتي عاوي ضد كان يا اللي ما رأي سياسي تي ولا هذا كان تمت وحج من أنت أصلا كل مت طريقة قوم ميسا دلال كان يوقت يا تصور بحني هذي مشروع عن أمور ومركي ولا ما رحمه الله يلا حس إلى أن يرجع سبحانه وتعالى عن كبرينا إنه تاريخ أنا وكبره مشروع عن كل مسلم أو دلالة من ذي عدك له وكل كلام إنه نغلط وحنا كل عصا حلميري مشروع عن كده هو بيهدوه الدرب وأهم تقرن أمة الصومالية ضربة كفائلية في كل السجارة وفائلية لكن وحواي وكابك قارب أمة الصومالية يلاهي سوء كل ورا لغو في الإنسان لغو في الإنسان دونا دل دل كل دلنا وحيوط هاي فريد اللي بتجارب وصوف إن أنت دل مذاقة دل مذاقة صحيح هاي كت هاي كت هو يصوف إن أي أي هو اللي كان مصطفى عرضوني ديجا كل أنت أصلا ربك أنا أنت كده هو بيوم دوي بقول إن شاء الله تعالى إن هيرجع لدوانته وحنا رواينا من اليوم هذا حولها جلب هي رجل وسيلة الشقيري وكم بدين عبد الوهاب ويعمل مع الفقيه بس بتلاقي هنا عامل جاي وما مقصود أي ولا وهمتي يعني واحد كبير وما عنده ولا كده حال التراب ولي متقل جا جلب بعد سنتين باهي الواقع إن عامل جاي وما عنده كم الكلفية أنا ومتدر كم قناة سأصدق أنا كل أحمد مع الفكر سوجي لي أو يعني إن لا أمر أول من العلم أو أنا قلت بس هذا اللي هو بعطاء ديان كايا نفس كايا ضد قوائم كايا على الله بسبب أمر الرسول الله تنا إن الأول من الكحب بغل أبي أنا تاجرية هذا نوع مهمة باقي سوجي لي ومحمد بسكيسي أو أعزب الدولة بلطالين لبدعوين أحمد عبد الكريم كتبتي دلوشي سيسة لقانا دمان وقال أهم قوة وحلمها بقن كأبو صلى الله مجرى الكريم إلا رميسترو تاسو أبي إيسا إن مامو في أمن هذا قادة ودقا كهدو إتاس وفقرها هذه لو ما ستين إلهي سبحانه وتعالى حكر الدين يا وجدنا عمد من الموضوع وما ستين لكم أخيرا.